انا راضي عليهم على الروح القتاليه اللي كانوا في طول 94 دقيقه. الشوط الاولي كان شويه كان صعيب لا علينا ولا الفريق الخصم. في الشوط الثاني تمركع علينا الهدف رغم النقص العددي، طيحوا البلوك وقلصوا علينا المساحه. مع ذلك ديانا عدد من المحاولات وما سهلش الله ما ماركيناش. انا راضي على الدراري على هذه الروح القتاليه.